سؤالي هو في بعض الجهات بتطلق التكفير على بعض الحكام. يعني أنا بسأل حسي أنا يعني مع أصحابي لما بتونس بنقول هل الرئيس المعين مثلا كافر ولا لا. مثلا مثال بشار الأسد، في ناس بيقولوا هو كافر وفي ناس بيقولوا لا، وفي الحديث اللي بيقول يا أخي الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وبنشوف في التلفزيون أنه بعض اللقطات بتجيب أنه بشار الأسد يصلي. هل بشار الأسد كافر ولا لا؟ باعتباركم جهة رسمية أرجو منكم الإفادة. يا أخي ما كلفك الله بهذا، بالكلام بالناس وتكفير فلان وعلان، ما كلفك الله بهذا. وانصح إخوانك أنهم لا يدخلون في هذه المواضيع، هذه مواضيع خطيرة، وأيضا هذه ليست من شؤونكم. تكفير الناس لا يجوز إلا ببرهان، ويكون هذا عند أهل العلم والبصيرة إذا احتاج إلى بيان الحكم. وأما إذا لم يحتاج إلى بيان الحكم فلا يجوز أن يكون هذا حديث المجالس وانشغال الناس بذلك، لأن هذا فتنة.